باش نتفقوا، انا ما تنقولكش العكس، انا ما تنقولكش بانه راني كنقول لك المغاربه اليوم لا مات، راه كاينه زيادات. ولكن اسمح لي، انا منين بديت بدينا كحكومه هذه السنه هذه، صحيح صندوق المقاصه كان، ولكن ما كانش حدود 40 مليار ديال الدرهم. 40 مليار ديال الدرهم، صحيح انه هذا لا بلاتي، صحيح ايضا بانه هذه الحكومه هذه جلست اي بلاتي لا خليه قبل هادشي، قبل ما دير التحرير. لا دابا نهضر معايا، غير مني درتي التحرير. ما تنساش ايضا بانه هذه الحكومه هذه الله نط من طويله ديال الحوار مع النقابات في حوار اجتماعي كلف 14 مليار ديال الدرهم اضافيه، 14 مليار ديال الدرهم. ما تنساش ايضا بانه الاصلاحات اللي مرتبطه بقطاع ديال الصحه وديال التعليم كيف ما قلت، الميزانيه في حدود 100 مليار بزياده ديال 7 مليار ديال الدرهم. ما تنساش ايضا بان هذه الحكومه هذه ردات الدين اللي كانت كتسالوا لها المقاولات ديال على مستوى التيفيا ب 17 مليار ديال الدرهم. لان علاش هذا الشيء هذا كله؟ علاش دابا الان علاش نعطيو للمقاولات داكشي اللي كيسالوا؟ المقاولات كيسالوك التيفيا باش كتعطيها لهم، الا عطيتيها لهم كتمول الاقتصاد الوطني، كتمول الشغل، لان المقاولات هي اللي كتشغل، كتمول المداخيل الضريبيه، كتمول خلق ديال الثروه في بلادك. ما تنساش ايضا بان هذه الحكومه هذه دارت واحد المنشور ملي كانوا المواد الاساسيه مرتفعه على الصعيد الدولي، دارت واحد المنشور اللي كتعطي للمقاوله انها توقف في المارشي وتسحب لا كوسيون ديالها وتوقف الانجاز ديال 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 هذه الصفقه. هذه في حد ذاتها عفات لنا مجموعه من المقاولات المغربيه الوطنيه الصغيره والمتوسطه كانت غتمشي للافلاس. هذه كلها اجراءات دارتها. دابا باش نتفقوا، كنا اليوم داخل هذه القاعه وخارجها مع المغاربه تنعرفوا بان كاين الغلاء، كاين الغلاء. واش الامكانيات ديال الدوله اليوم قادره تواجه الغلاء؟ اليوم لجنة الامكانيات اللي كاينه عند الحكومه، راه خصنا نوقفوا كل شيء، سنوقفوا جميع القطاعات ونبقاو نديروا حتى حاجه نهضروا الا في هذا الموضوع. قلنا أرى ندير واحد المقاربة مختلفة، شنو هي؟ نمشيو للمسببات ديال الأشياء. هذا اللحم الأحمر اللي تكلمت عليه راه تقريبا راه الزيادات اللي كانت راه كانت زيادات كبيرة جدا، لولا التدخل ديال الحكومة بهذه السرعة وبهذه النجاعة وبهذه الفعالية ما كانش غادي يوقع. لأن لا قدر الله كنا غنمشيو لرمضان ما عرفناش الناس شحال باش غادي يشريو. الموضوع ديال المضاربة العقارية اللي تكلمت عليه، شنو خص دير الحكومة؟ خصها تراقب. هل الحكومة تراقب؟ بغيت نعطيك شنو تراقب. ها هما العمليات اللي دارت هذه الحكومه هذه من بدايه السنه الى غايه 22 فبراير 2023، دارت 64,034 نقطه مراقبه، 64,034 محلا. هاد الناس اللي كيتقبضوا للوكيل العام، شحال من واحد تقدم ودارت فيه المحضر؟ 2815. دابا السؤال اللي خصو يتطرح هنا ماشي هو واش هل الحكومه عجزت من راه اللي خصنا نعرفوا بان هادشي كاين في المجتمع، كاين. والمقاربه هذه بوحدها ما غاديش تكفي، خاص الاصلاح ديال سلاسل توزيع وتسويق في بلادنا. هذا مشكل كبير وعويص ومتشعب، وهذه الحكومه هذه خصها تعالجوا. الا ما عالجاتوش تقبيه غنتلاقاو من بعد 4 سنين 5 سنين ملي توقعوا ثاني شي ازمه ديال التضخم ونعاودوا نفس الكلام. خاصنا نعالجوا هذا المشكل هذا من الجذور ديالو، وهذه الحكومه غتشتغل على هادشي هذا. القوانين المؤطره لهذه المواضيع شموليتها خص اعاده النظر فيها. الاجراءات اللي كتقوم بها واللي متاحه اليوم كتقوم بها الحكومه، انا تنقول لك كتقوم بها، ولكن هل هذا يكفي؟ ملي كتمشي تفتح واحد المخزن وكتلقى فيه 400 طن بطاطا، وهذا شنو غتقول انت وياه مازال السيد بن حليمه؟ شنو غتقول معاه؟ انا نعطيك ارقام، نعطيك مؤشرات. نهار اللي تخدى داخل الحكومه، نهار اللي تخدى القرار ديال استيفاء الاستيراد ديال اللحوم الحمراء والتيفيا، بداو لي بري يهبطوا، بداو الاسعار يهبطوا، وبدا اللحم يبان. راه عندنا مشكل، خصنا نعترفوا بهذا الشيء هذا.
والا غنكونوا كنضربوا على بعضياتنا وكل واحد كيقول اللي بغى. هناك مشكل حقيقي، بغينا نجمعوا نلخصوا المشكلات كلها ونقولوا المشكلات في الحكومه، انا متفق نقولوها اليوم، نقولوا كاع حنا متفقوا داخل هذه القاعه وخارج هذه القاعه ومن طنجه حتى للكويره نقولوا المشكل في الحكومه، وهل سنعالج المشكل؟ لن نعالجه. امولاي المغاربه خصهم شي شويه يتجردوا من بعض السلوكيات اللي كتعيش وسط منا. راك اللي باغي يربح وسط هذه الازمات هذه، راه التجار د الازمات كاينين ويختلفون حسب الالوان والمواقع والمستويات. كاين اللي كيبيع ويشري بالعلالي ديريكت، هذاك تاي يدير المضاربات، وكاين اللي كيدير في البيع والشراء بنوع اخر. نتسنى المسؤول الحكومي نهار السبت باش نصفي معاه الاخر. المجهودات اللي كتقام نناقشوها، نقولوا هذه كافيه ولا ما كافياش، نجيبوا بدائل، نجيبوا مقترحات، ولكن باش نتغنوا على وضعيه حنا كنا كنعرفوها. حنا ما باغينش، حنا اليوم متالمون جدا للوضعيه اللي اليوم بقات بعض الاسر كتلقى صعوبات تكمل الشهر، وانها تمشي وتجيب داك المولفه ب 100 درهم تجيب داك الشويه وما قادرهاش تجيبه. راه حنا ما جايينش من الكواكب، راه حنا كنا عندنا امتدادات عائليه واسريه وكنعرفوا هادشي وكنسمعوه كنسمعوه وتنشوفوه. لكن نبغي نستغل هادشي باش نصفي حسابات، لا اعتقد بان انا غادي نختم. انا غنختم هذا الموضوع وغادي نعطيك السيد الحليم. انا باغي في الحقيقة نتكلم في واحد الموضوع لأنه في حق أثارني هذا نهاية الأسبوع. مسؤول وطني كبير أحترمه جدا، لأنه كان يعني كان كيدير واحد المنصب مهم في بلادنا اللي خصنا نحترمه كل من قام وكل من يعني قام بهذه المسؤولية هذه. أصدر تقريبا في حقي فتوى بالكذب واتهمني بالكذب وقال هل المؤمن هل المؤمن خليني انا نكمل ما تقطعنيش يا حليم يا بلاتي ما تقطعنيش يا حليم بغيك نتعلق على داكشي غير صبر انا جاي اتهمني بالكذب وقال وهل المسلم يكذب؟ لا. وهل يزني؟ نعم. وهل كذا وهل كذا؟ علاش؟ على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول انا قلت في تصريح سابق يوم 24 مارس 2022 ان سعر الطماطم في انزكان 2 درهم. انا باغي نسلمكم واحد الوثيقه باغي نعطيها لكم فيها جميع اسعار الطماطم في السوق ديال انزكان من نهار 3 مارس 2022 حتى نهار 20 فبراير 2023. غنسلمها لك الاخت. بغيتك تشوفي لنا نهار 24 مارس شحال كانت كدير الطماطم. كاين السعر الادنى وكاين السعر الادنى وكاين السعر الاعلى وكاين السعر المتوسط. اعطينا شحال كان كدير نهار 24 مارس 2022. الوثيقه اللي قدامي كتقول بان السعر الادنى 2 دراهم، السعر الاقصى 4 دراهم ونص، والسعر المتوسط 3 دراهم و3. اذا ما قلته هذا الكلام اللي قلت انا بناء على هذه الوثيقه اللي كنخليها لكم، بحثوا فيها ديوها سيروا قلبوا في انزكان وسولوا في جميع المناطق ديال المغرب وشوفوا واش هذا السعر اللي تكلمت عليه انا كذب او لا حقيقه. إلا كان حقيقة فأنا خاصم ذلك الرجل إلى يوم القيامة لأنه اتهمني بالكذب. المسألة الثانية هي 75 درهم، هذه ما عنديش فيها الشهادة لأن هذه بيني وبين ذلك الرجل اللي شريت من عنده 75. ولكن أنا سنقول لمن اتهمني بالكذب وأصدر في حقي فتوى ديال الكذب، أنا خاصمك بها يوم القيامة. وتفضل دابا سي بن حليمة قول لي بغيتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.